أشاد اسمه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أشاد بالعطاء المستمر للأندية الوطنية واستمرارها في رفد الحركة الشبابية والرياضية ودورها الفعال في تأكيد دور التنافس الرياضي الشبابي الذي أسهم في إذكاء الروح العالية المتطلعة دوما نحو رفعة شأن الوطني والانتماء له. وأعرب سموه لدى حضوره اليوم حفل تكريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المحرق الفائز بكأس جلالة الملك المفدى للموسم الرياضي 2015-2016 الذي أقامه النادي تحت رعاية سموه، عن خالص التهاني والتبريكات لنادي المحرق بفوزه بكأس جلالة الملك المفدى. ونوه سموه بإنجازات نادي المحرق العريق، وأشار بأن الإنجازات الرياضية التي يتم تحقيقها على مستويات الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية جسد الاهتمام الأبوي الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله، ومتابعته المباشرة لإنجازات أبنائه الرياضيين على مختلف الصعد والمشاركات المحلية والخارجية. كما أشاد سموه بهذه المناسبة بدور المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تأكيد ودعم الرؤى الملكية السامية في تعزيز المسيرة الشبابية والرياضية التي نفخر بها وبعطاء الشباب البحريني، معربا عن سعادته بمشاركة أسرة نادي المحرق الرياضي احتفالها بتحقيق هذه الكأس الغالية، متمنيا سموه لنادي المحرق المزيد من تحقيق الإنجازات المشرفة. هذا وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة ألقاها سعادة الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي، عرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة على رعايته ومشاركة أبناء النادي فرحتهم بحصول فريق نادي المحرق لكرة القدم على أغلى الكؤوس كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم. ونوه بما تحظى به المسيرة الرياضية والشبابية من اهتمام بالغ من قيادة البلاد الحكيمة في ظل ما حرصت عليه من توفير كافة مقومات النهوض بالحركة الرياضية في البلاد وتحقيق منجزات يفخر بها الجميع. كما ألقيت بهذه المناسبة عدد من الكلمات التي أشارت إلى الدور الكبير لمجلس إدارة نادي المحرق الرياضي في تهيئة كافة الظروف لفريق الكرة القدم في النادي لتحقيق النتائج الطيبة. هذا وقد قام سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة بتكريم المساهمين في دعم نادي المحرق واللاعبين، كما تضمن الحفل عرض أفلام وثائقية حول النادي وفقرات غنائية. وقدم رئيس مجلس إدارة نادي المحرق في ختام الحفل هدية تذكارية لسموه تقديرا لرعاية سموه هذا الاحتفال.